من التوفيق الإلهي إن ربنا سبحانه وتعالى يلهمك الاتزان في مراجعتك لنفسك ما بين اللامبالاة والإهمال رغم تكرر الأخطاء، وما بين تعليقك المشنقة لنفسك كلما أخطأت وكأن مفيش رجوع. ساعات الإنسان بيقوم بعملية تعذيب وجلد لنفسه لما يغلط، فيفتح الطريق لوسواس اليأس وافتراض إن ربنا خلقك للهلاك وإن ربنا مش عايز لك خير كل ما بتغلط. يبقى عامل زي الراعي اللي سماه صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاة الحطمة، كل ما تشرد منه شاه يمسكها عشان يعاقبها يرميها تموت، فيرجع آخر اليوم كل يوم ناقص من القطيعة واحدة. زي الإنسان اللي كل ما يغلط يعاتب نفسه ويبكت نفسه بطريقة تقتل حاجات جميلة فيه. سنة 1955 عنون علماء النفس مرض اسمه التنافر الإدراكي، ودي حالة إن الإنسان ما يبقاش فاهم نفسه، بيزدري الإنسان نفسه من كتر الأخطاء تخليه لا يرى إلا قبح النفس، فيبقى نافر من نفسه. خلل في إدراك للجمال والخير اللي ربنا حطه جوه كل واحد فينا، والسبب المشنقة اللي بيعلقها الإنسان لنفسه لما يغلط. آخر دراسة بتقول إن 9 من كل 10 مكتئبين سبب الاكتئاب ده ازدراءه لنفسه. لتأتي الشريعة وتقول لك لأ، في اتزان في مراجعة النفس ما بين اللامبالاة والمشنقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو استيقظ، وكأن الإنسان لما ينام عن صلاة أو ينساها أول ما تفتكرها صلي. فأنت مش شخص عندك لا مبالاة أنت هتصلي، ولا أنت شخص متصور إن ربنا ما صحكش لأنه خلقك للنار. في اتزان. إحنا أمة منهية عن الحزن وعن شق الجيوب ولطم الخدود، بل ده من الكبائر. وكان سيدنا رسول الله يسكن من روع المخطئ فيقول إن الله تجاوز عن أمتي في الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واحدة واحدة. أنت هتتوب، ربنا ما خلقكش للعذاب بإذن الله. كأن سيدنا رسول الله بيقول لك دور على أسباب الخطأ واستهدفها حتى تقضي عليها، ولا تستهدف نفسك بالإهانة حتى تقضي على نفسك. عشان كده العلماء من معاني حديث رسول الله إن لنفسك عليك حقا قالوا أن تتقبل تقصيرها وخطأها بعين الأب المربي المعتني، لا بعين العدو الشامت. فقال صلى الله عليه وسلم من أكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مفيش حاجة، هو ما خلاكش تشرب وانت ناسي ولا تاكل عشان مش عايز صيامك، ده هو خلاك تاكل وتشرب، هو اللي أكلك وهيتقبل منك صيامك. كمل. عشان كده صلى الله عليه وسلم أشار لعلامة الخيرية في القلب عند اللي بيغلط فقال الندم توبة. يعني لو ندمت على غلطك وحسيت انك انت ما كانش حقتك تعمل كده في حق ربنا، ده كافي ان ربنا سبحانه وتعالى يسامحك، فلا تجلد ذاتك. قف على اسباب الخطأ مع احترامك لنفسك وتقديرك لهذه النفس الكريمة على الله، ولسان حالك قدر الله وما شاء فعل، ثم استأنف التوبة والعمل وغلق ابواب الخطأ بعد الاعتذار لرب العالمين. فاللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على ما تحب أقدامنا، وانصرنا يا رب على أنفسنا.